السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا كل جديد. ومعانا النهاردة في حلقتنا الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فراج. معانا أحمد فراج مستمر معانا في حلقات كتير، وده بناء على متابعينه على الفيسبوك وعلى صفحة البرنامج بتاعتنا سمى علي وبرنامج كل جديد. الحقيقة أنا بحب أشكره جدا لأنه ما بتأخرش على الإجابة على أي سؤال، أو إن هو بيفهم المتابعين بتوعه أي استفسار أو طرح أي موضوع هم عايزين يفهموا فيه شيء معين، ما بيتأخرش. أنا بشكره جدا جدا، بتوجه له بالشكر، وأتمنى إن هو يكون متواصل دايما معنا في البرنامج. الحقيقة النهاردة الحلقة بتاعته يعني هو قسمها لجزئين، وده طبعا بناء برضو على طلبكم، إنه في ناس بتسأل أسئلة كتير وعايزة إجابة. فكرنا نعمل حلقة للأسئلة بس، بس احنا قلنا إن هنخلي الموضوع ده لما هو يكون موجود معنا بنفسه علشان الناس تتصل ويجاوب على كل الأسئلة. الحلقة بتاعتنا النهاردة فيها جزء مهم جدا اللي قبل الأسئلة اللي هنتكلم فيه، ولفت نظري في الموضوع اللي هيتكلم فيه حاجة مهمة جدا، موضوع الحجاب. الحقيقة موضوع الحجاب ده أنا يعني شفته كتير جدا جدا في الحياة، مع ناس قريبين وناس بعيدة، وناس مهتمة بيه جدا، وناس الحجاب ده كل حياتها، متخيلين الحجاب ده لما يعملوا حجاب كده حد يعمل لهم حجاب ويحطوه خلاص مشاكلهم كلها اتحلت. هو طبعا بيشرح الموضوع ده من وجهة نظري انه الحجاب ده طبعا ملوش اي قيمة ولا دي اي لازمة ولا بيعمل اي حاجة، يعني ده مجرد دجل. الحجاب اكيد من فعل الساحر، لانه الساحر هو اللي بيعمله. النهاردة الحلقة بتاعتنا فيها حاجات مهمة جدا، بتمنى ان انتوا يعني تركزوا جدا في الكلام اللي هيتقال وتفهموا الكلام اللي هيقوله، والناس اللي سألت الأسئلة اللي هو هيجاوب عليها عايزهم يعني يركزوا فيها، ومفيش داعي ان احنا نندرج ورا اعمل لي حاجة قلب الحبيب، عايزين ده يرجع لدي، عايزين ده يحب ده، الكلام ده كله هو هيقولهن النهاردة في الفيديو، هيرد على أسئلة الناس دي. عايز أقول كمان أنه أحمد فراج القناة بتاعته زي ما قلنا قبل كده، عشان برضو في ناس لسه بتسأل مش عارفة القناة بتاعته على اليوتيوب، الراقي أحمد فراج، والجروب بتاعه على الفيسبوك الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج. لو كمان حابين تبعتوا أسئلة على صفحة البرنامج، طبعا احنا الأسئلة دي كلها رد من السادة المتابعين والسادة المشاهدين على صفحة البرنامج سمى علي وبرنامج كل جديد. بنرحب بيكم في أي استفسار وأي سؤال وأي موضوع عايزين تطرحوه وهو يجاوب، هو مش بيتأخر. وبرضو الناس اللي سألتني وقالت هو مش موجود معانا ليه، احنا بنقول لهم ان هو ان شاء الله قريب جدا هيكون معانا في حلقة، وهيرد على كل أسئلتكم بالتليفون، وهيكون معانا هنا في الاستوديو. دلوقتي بقى ممكن نشوف أحمد فراج هيقول لنا ايه وهيرد على أسئلة الناس، والموضوع اللي احنا هنطرحه هسيبه هو اللي يتكلم فيه. تعالوا معانا نشوف هو هيقول لنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين، تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لأسرة البرنامج وأستاذة سومة. حلقة النهاردة شقين، الشق الأول هو ما هي أسباب منع خروج العارض من جسم الإنسان، والشق الثاني هو التعرض لبعض الأسئلة اللي وردت على صفحة البرنامج. الشق الأول هنتكلم فيه بمنتهى الجراءة جدا، وأنا حضراتكم عارفيني دايما بحب أتكلم في هذه الأمور بسهولة وانسيابية وبدون أي تعقيد على المشاهد.
من أسباب عدم خروج العوارض من جسم الإنسان هو عدم اتباع الطرق الصحيحة الشرعية في خروج العارض من الجسم. يعني يروح لمشعوذ، يروح لدجال، يروح لنصاب، يروح لساحر، يطلب منه أمور غير شرعية مثل الذبح لغير الله والعياذ بالله، مثل الاحتياج لبعض الأدوات الغير شرعية في العلاج، مثل القطر والكف والفنجان وبعض هذه الأمور التي تثبت العارض وترسخه في جسم الإنسان. في برضو سبب تاني يمنع خروج العارض هو عدم تمكن الراقي من السيطرة على العارض في جسم الإنسان، وعدم تمكنه من فك العقد المعقودة ما بين هذا العارض وما بين الإنسان، وده بيأثر في طول عدد جلسات الرؤية. من أسباب عدم خروج العارض أيضا أن يكون المريض متلذذ بالمعاصي، يعني بيكثر من المعاصي والذنوب والموبقات التي تؤدي إلى تمكين العارض منه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، ويسيطر عليه بزيادة، لأن هذا يعتبر من الشياطين وانت ماشي في الغلط، فبالتالي انت بتمكنه منك بكثرة المعاصي والعياذ بالله. برضك من ضمن الأسباب أن يكون وجود العارض في الجسم قديم، سواء سحر قديم أو مس قديم، فتلامس مع جلده وأعصابه وفكره وجلده ودمه وحياته، فبقى متلبس فيه تلبس كامل، وبيحتاج مجهود وقوة في فك العقد وتجميعه وإخراجه من الجسم. ودي برضك من أهم الأمور اللي بتسبب إن العارض يطول مع الإنسان وفي جلسات الرؤية. أن يكون العارض من العشاق، يعني مثلا إنسان اتحب من عارض أو إنسان اتحبت من عارض، فأنت بتنزع روح عاشقة ليك من الجسد، من الجسد. طبعا ده بيقل طول ما انت ملتزم دينيا، فهو بيقل معانا في السحب او الخروج باذن الله، وان شاء الله الامور طيبه. من اهم الاسباب برضو اللي ممكن تكون العارض بياخد وقت او بيمتنع عن خروجه وبنضطر في النهايه الى قراءات ايات الحرق عليه، هو كبر سنه، ان يكون شيخ عجوز كهل او مريض، يعني يكون مثلا سحر جاي بالمرض فيجي لك عارض كبير في السن أو مريض، يصعب عليه الخروج، يصعب عليه الخروج، فتضطر في النهاية لو تعبت في قصة إخراجه سواء الراقي أو المريض، فبنضطر إلى حرقه في النهاية، لأنه خلاص هيبقى أمر واقع بالنسبة لنا إن إحنا اضطرينا إلى حرقه لعدم تمكنه من الخروج، وصعب إن إحنا نسيبه لأنه هيصيب أكتر وأكتر المريض بأعراض الشيخوخة هتظهر عليه الخاصة بالمرض. ده بالنسبة للشق الأول من الحلقة بإذن الله. في 4 أسئلة جم أنا حبيت أرد عليهم على الهوا وما حبيتش أرد عليهم على الخاص، وذلك للأسباب التالية، لأن الرد عليها لازم يكون إفادة للجميع. زي شخص طلب مني رد زوج بنتي لبنتي، يعني هل مثلا إن زوج بنتك لما حصل انفصال ما بينكم هل بسبب سحر؟ لو بسبب سحر يتم بإذن الله فك السحر. أما إذا كان الطلب إن جوز بنتك يرجع مجبر على البنت، فهذا حرام شرعا، لأن هذا يعتبر سحر، تسليط الشياطين على الأشخاص، يعني من الآخر بتسحره. فيقول لك لا ده سحر محبة، ما هو سحر المحبة حرام، وفي حاجة اسمها سحر محبة وسحر كر، ولا سحر أسود وسحر أخضر وسحر ابيض وسحر فوشيا وبامبا، مفيش كلام من ده. انت النهارده عايز جوز بنتك يرجع لبنتك غصب عنه، انت سحره، فهذا حرام شرعا ولا يجوز تماما. الحجاب، حد بيقول لي الحجاب، وصدفت ان عملت حلقه جلسه قويه جدا من 3 ايام لناس، وانا بعمل الجلسه للمريضه في وجود الزوج والاهل،
فوجئنا ان العارض اتكلم وقال انا موجود ومربوط بالحجاب اللي في البيت. فانا استغربت، فطلبت من الزوج وريني ايه الحجاب، فقام جاب لي لفه صفرة كده فوق قماش اصفر، واعتقد هم اكيد هيشوفوا الحلقه ويضحكوا على الموقف ده. فراحوا بيقولوا ان احنا رحنا لشيخه بالقران وجاب لنا الحجاب وقال ده خير وحطوه وهم افتحوه، واحنا مع بعض فتحناه، سلوفان في سلوفان في سلوفان، فوق قماش في كرتون مش عارف ايه، في النهايه قماشه مكتوب عليها بالدم. هل هذا شرع؟ هل هذا دين؟ هل الرقية الشرعية ذكر فيها الحجاب؟ الحجاب حرام شرعا أصلا، من تعلق بتيمية فلا أتم الله له. فيعني الموضوع خارج عن السيطرة، إن أنت جبت أذى حطيته في البيت، الأذى اللي فيه دخل في المدام، المدام تعبت، فالحجاب حد بقى يقول لك أنا بعمل حجاب بحطه في المحل بتاعي عشان يجيب لي الرزق، ده انا بجيب الحجاب بحطه مش عارف تحت ايه علشان لما حد يشوفني يبقى فيه قبول، واحده تجيب الحجاب تحطه في ملابسها الداخليه علشان لما يجي لها عريس يتوهج بيها ويخطبها. ده كله كلام فارغ وشرك وكفر واستعانه بغير الله سبحانه وتعالى. انت لازم تتوكل على الله وتستعين بالله في قضاء حوائجك، مش ان انت تروح تجيب حجاب وكلام فارغ وفي النهايه عباره عن سحر مكتوب بالدم والعياذ بالله، يخرجك عن الملة وان انت بتمشي ورا الناس، وهم يعني الدين بريء من هذه الاشخاص التي تدعي انها تقوم بالرقية وعمل الاحجبة، فالحجاب حرام شرعا. برضو في بعض السؤال، زوج بنتي غير مطيع لبنتي، يعني ما بيسمعش كلامها، فانا عايزه يطيع البنت. طيب دي امور دنيوية، يعني هل النهارده هو مسحور؟ لو مسحور مثلا يتفك السحر زي ما قلنا في الاول، لكن يسمع كلام البنت مطلقا يبقى انت عايز تسحره. ما هو دي زيها زي انا عايز نطلق بنتي يرجع لها، يعني انت عايز تعمل سحر سيطره على زوج البنت علشان يسمع كلام بنتك. طب افرض بنتك بتقول له حاجه غلط، المفروض يمشي وراها؟ ده لو مش وراها الناس تقول عليه مسحور، وده معروف اللي واحد يسمع كلام مراته على طول بيقولوا عليه مسحور. يعني انت عايز تسحبه عشان يسمع كلام البنت سواء صح او غلط، فده حرام. يعني لازم احنا نرتقي بهذه الامور شويه ونرتقي بفكرنا ونقرب لله اكتر من كده بكتير. يعني الامور سيئه جدا لما توصل ان دي اسئله بنستقبلها، فهذا شيء غير منطقي. اعطاء اسمك اسم شخص لحضرتك للزواج من ابنتي. نفس الكلام، اللي عايز يخلي جوز بنته يسمع كلام بنته، هو نفس الكلام، ان انت عايز تروح تجيب واحد يتجوز بنتك، عايزه بالاسم. ودي حصلت معاه شخصيا مع احد الاشخاص، انه مصمم ان يجيب حد معين يتجوز بنته. طب مش هو الراجل ما بيحبهاش، او ما فيش نصيب بينك وبينه، او الامور بعيده عنك؟ لا انا عايز ده بالذوق بالعافيه تجيبه لي. لا والله انت جاي لراقي، ما بتجيش لساحر، الحاجات دي بتاعت سحر والعياذ بالله، ودي امور ما فيش فيها بركه. حتى لو رحت لساحر وسحر الشخص وجه يتجوز بنتك، في يوم من الايام السحر ده هيروح وهتحصل مشاكل، وتبقى انت خسرت الدنيا وخسرت الاخره. في هذه الامور لازم نتبع الدين، لا تلجأ الى الرقاة الا في حاله واحده، اذا كنت تعاني من عين او سحر او مس. اما الطلبات الغريبه، ايه اللي هيحصل بكره؟ إيه لا انا عايز اسيطر على حد، دي كلها تخضع في خانات السحر، في خانات السحر. طيب انا اتقال لي مثلا مره انا عايزه جوزي يرجع لي والامور، وده سحر. قلت لها لا ده سحر حرام. قالت لي لا بس في المحبه، ومدام في المحبه والخير عشان البيت ما يتهدش. فبيلاقوا لنفسهم مبررات، مش هم الشياطين بتديهم مبررات يحلوا السحر. لا جوزك ساب البيت خلاص مع السلامه، لكن تجيبيه بالقوه ده سحر، مفيش بقى في الخير، اصل البيت هيتهد، مفيش كلام من ده. طب ما البيت هيتهد على ايه؟ عايزه ترجعيه على الباطل؟ ما هو هيفضل باطل. يعني في امور يا جماعه لازم نمشي فيها صح علشان ما نتحطش ما بين المطرقه والسندال، يعني نبقى ما في ايد الدجالين والسحر يقعدوا يضحكوا علينا. ايه اللي هيحصل بكره وايه اللي هيحصل بعده؟ ده عمر قصير وده عمر طويل.
زي النهارده كان على قناتي على اليوتيوب الراقي احمد فراج، احد سالني ما الفرق بين الراقي الروحاني والنوراني. قلت له هو لا في حاجه اسمها راقي روحاني ولا راقي نوراني، مفيش كلام من ده. يعني ليه الناس بتصعب الدنيا على نفسها؟ الراقي هو من يقرأ الرقية الشرعية ولديه القدرات الخاصة في التعامل مع العارض وإخراجه، إما بإعلان إسلامه والخروج الآمن، وإما بسحبه وإما بحرق. لكن روحاني نوراني، وطيب لو اتعمل السحر واترمى في النيل باللفظ، قال لي كده، لو دخلتوا على آخر حلقات هتلاقوا هذه الأسئلة، واترمى السحر في النيل والسحر ليس له عارض يخدمه. طب أنا مش فاهم، يعني ازاي في سحر ومفيش عارض بيخدمه؟ ما هو سحر يعني في عارض دخل الجسم، لكن سحر بدون عارض يبقى وقع تحت طائلة ان راح لاحد الدجالين او احد المشعوذين ضحك عليه ببعض الكلمات، وده بيسبب يا جماعة في النهاية انهيار قيم المجتمع. فرجاء لازم ناخد بالنا في التحري والدقة في موضوع الرقية بالذات، لا نخلط الخير والشر. يعني النهارده تروح لراقي لما يكون عندك اعراض المس والسحر فقط لا غير، اللي هي ايه؟ عدم الالتزام في الصلاه، خرابيش في الصدر والدراعات، وجع اسفل الظهر، تقل على الكتاف، وجع في الرقبه، كدمات في الفخذ والرجلين، سخونه في الجسم اثناء النوم، الاحلام المزعجه، الجلوس في الحمام كثيرا، حب المرايه، حب الوحده، العصبيه، عدم التوفيق في بعض امور الحياه نتيجه وجود عوارض فيك، دي اروح بيها للراقي الشرعي يقرا عليا القران ولا يطلب مني طلبات، واذا طلب هي الميه المقروءه يقرا عليها او استخدام العسل والمريض هو اللي يجيبه يقرا عليه، واستخدام المسك لان المسك الاحمر هو سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيطيب بهذا المسك. لكن الطلبات المخيفة سواء مشتريات أو طلبات جسدية أو ما إلى ذلك، وحكيت حضراتكم فاهمين ما أقصده، لأن في ناس كتير كلمتني في هذه المواضيع وبيشتكوا، حرام، لا تذهبوا إلا في وجود بعض الحالات وبعض الأعراض التي تؤدي إلى انهيارك نفسيا، فبالتالي تقدر تعالجها. أما طلبات رد الزوج ورد الحبيب وجلب الحبيب والأمور هذه كلها، فهذا كله سحر ودجل وشعوذة، ويتعب المريض نفسيا أكتر وأكتر وأكتر. فلنتقي الله، ربنا معاكم جميعا، وربنا يسعدكم، وأنا على تواصل معاكم دايما، والإخوة اللي بيتابعوني دايما على صفحتي على الفيسبوك على الجروب، وإن أنا برد عليهم، والحمد لله بنعمل الجلسات أونلاين، والحمد لله في استفادة قوية جدا جدا جدا. وزي ما بدعو لحضراتكم ان بعد الرقية دايما لازم الالتزام الديني بإذن الله رب العالمين، وربنا يشفي الجميع وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك، انت نورتنا، وفعلا عندك حق. يعني ايه، جوزي سابني ومشي وعايزه حاجه ترجعه. طب يا جماعه اللي جوزها بيسيبها ويمشي، ما خلاص هو مش عايزها ما يمشي، هترجعيه تاني ليه طالما هو مش عايزك؟ مفيش حاجه اسمها جلب الحبيب. يعني ايه جلب الحبيب؟ يعني بصراحه الكلمه دي استوقفتني شويه، نفسي اعرف يعني ايه جلب الحبيب، نجلبه ازاي؟ يعني اللي بيحب حد بيحبه الحب من عند ربنا، مش من اي حته تانية. بشكر الراقي احمد فراج على كلامه وعلى التوضيح. مفيش حاجه اسمها حجاب، مفيش حاجه اسمها اعمل حاجه عشان فلان يرجع لي وفلان يحبني، بلاش يا جماعه الكلام بتاع السحره. ويعني ايه بجد بجد نعمل اعمال ونعمل ونروح لسحره ومشعوذين ودجالين؟ الكلام ده كلام فاضي، ما ينفعش ان احنا نقول كده.
كل حاجه بتيجي بالتقرب الى الله، بالعباده، بالصلاه، بالصوم، بالاذكار الصباح، اذكار المساء، قرايه القران، زي ما قال الرقيه الشرعيه دي اللي كلنا تربينا عليها وربنا ولادنا عليها. لما حد بيتعب او حد بيحصل له حاجه بنرقيه، نقعد نقرا له قران، ده اهم حاجه وده اللي المفروض ان احنا نعمله. بلاش نروح للدجالين، بلاش. اكيد كلنا سمعنا، اكيد كلنا في حياتنا مر علينا ناس، سواء من قريبين او من قريب او من بعيد. حد فيهم راح لحد من الصحراء وقال له انا عايز حاجه تتذبح، انا عايز حاجه ذهب، انا عايز حاجه فضه، انا عايز فلوس مبلغ معين والا مش هينفع، مش عارف ايه. كل الكلام ده كلام فاضي، ده كله استغلال ونصب وما بيجيبش اي نتيجه غير الدمار. كل ده بيجيب دمار. خلينا نتقرب لربنا وربنا يسترها على الجميع ان شاء الله. انا بشكر الراقي احمد فراج، وخلينا نتابعه على القناه بتاعته، بينزل كل الاستفسارات وكل المواضيع اللي الساده المتابعين بيطرحوها. اليوتيوب، قناه اليوتيوب بتاعته الراقي احمد فراج، جروب الفيسبوك الراقي والمعالج بالرقيه الشرعيه الشريف احمد فراج. تابعونا على صفحه البرنامج على الفيسبوك سوما علي وبرنامج كل جديد، هنستقبل كل اسئلتكم وهنجاوب عليها. ولو عندكم اي اقتراحات او اي اسئله للراقي احمد فراج احنا موجودين وفي انتظاركم. والى اللقاء في حلقه قادمه، انتظرونا.